فلوق جديد اليوم ان بو سبيسيال ماشيين ان شاء الله للاك فما فان زون غاديكا باش نفرجوا في بارتي نتاع تونس وغانا ان شاء الله مربوحه هكا هو ميم سي الحقيقه معناها جو مي في با بوكو ديليزيون فيو كو ليكيب تاعبه على الاخر واللي رينيه معناها حتى لتوا ما يبشرش بخير لكن الكوره معناها مدوره و وعلاش ليه معناها كيما شفنا في الكوب دوروب الاخرانيه يعني ليكيبات اللي ما ربحتش ليكيبات اخرين من 20 و30 و40 سنه ربحتها في الكوب دوروب الاخرانيه علاش ليه تونس زاد ما تربحش غانا تو بزهري معناها سخانه في تونس مليون نهارين بالحق معناها في الليل البارح 40 دوغري معناها واحد يتنفس بالسيف بيان سور لازم معناها سي تعرف تدخل الفان زون راك في تونس ماكش في روسيا مدير الناس تبع في الحمايه المدنيه تقول نتبعوا في 100 اللطف يا ربي هذا قبل البارتي مازال تقريبا ساعه غير ربع على البارتي توا 7:15 بوقت تونس مازال نص ساعه على البارتي بون تبارك الله مع عافيه بالدي بالدي والمهم هو الربح ان شاء الله ان شاء الله العباد اللي جات هنا والسخانه هذيا ما تمشيش حرام هكا هو ليميت يا خويا ورونا كوره بصراحه ورونا كوره وحتى كان تخسروا كلها معزي اما ورونا كوره يرحم والدي هنيس تاع ياسين يا حماة الحمى ألموا ألموا لمجد الزمن لقد صرخت في عروقنا الدماء نموت نموت ويحيا الوطن نشكر ونحقق على قلب اوبجيكتيف اللي ماشيين وراه واللي ماشيين معاه وهو على القلب وبالسفر الجنوب الافريقي فيكتور جوميز والكره منتخب التونسي يوسف السيد والعقليه والحارس ريتشارد اون تام دو ماتش في الاربع ماتشات معنا صراحه المباراة متكافية مع تسجيل نقاط ايجابية مع الفرانكفورت اربع اهداف من سبع اهداف سجلها الخميسي في مرمى الانجلوفون ليبيريا وزيمبابوي وسوازيلاند وبوراندي والكرة ترجع احسن يكمل هكا يا ربي حتى توا سور بصراحه واحد ولد عنده فوبيا من الكارديان ربي يستر وكا ما تنجمش تكمل هكا ديما نفس الماتش انت راك معناها كنت افريق ما تنجمش معناها تلعب 10 جيلي 90 دقيقه ما تنجمش ما تنجمش ما تنجمش باي كوره على البار عندهم هما ربي يستر وكا عملها تريج تحفور وبعد عندها توا ترجير شادين الثاني مع الكره منتخب التونسي الرسميه دوز اوكازيونيت بارتي كوب مرة ليهم مرة ليهم لعبوا البلوك ياسر الفوق ونار مدوب الترانشو حتى توا اللي تتاك بتاعهم الكل بريس كورجو يا ربي يذكر لازم مش يتكسر وكاو يا رب هيا يلا كبروها ياسر بلوتا ياسر صبر حتى سونتراج ساعات واحد ما عادش يعرف يلعب امشي هيا مرتين صدروها اللوطه مرتين بوتان خريسي يعدي في البارتي عمره والله برافو عليه وكاو مقاتل كريمو واحد بلاش هدف ما حسبوش الارفيتر سافوار هاو شوفوا الاعاده اما فرانشمون برجولية ستر الله برا اللي برا ريتي اخطر منا بياسر نعاودوا عاد الاعاده ونشوفوا خاطر الفاره بارتير من الكار انا تراح تنشوف الكره الزفر تكمل اي نشوفوا زفر تسلل لا لا زفر تسلل موجود اورجو اورجو اي الحمد لله اي الحمد لله صورها اخر اكسيون كورنير عندهم هما قتلونا يا خويا بدي كورنير الكره هذه ستار ربي وكهو خدنا احنا موت تبارك الله عندنا تاريخ مع 45 يا ربي هذا رد بالك يا ربي هذا رد بالك اوكي سي في خذ الكره الحقيقة أحسن بارتي لعبناها حتى لتوا. باقي ناقصين، معناها عملنا ربع ساعة حلوة وعملوا هما نص ساعة يطيروا بينا برجولية، تكنيكمون صحاح برشا،
الكرة ما تخرج من ساقيها. احنا الحاجة اللي عجبتني برشا سيكو الفرجاني باهي، عجبني برشا، ان شاء الله ما يتيحش في زيكمو بدري باهي برشا، معناها رجع ان شاء الله ما يتيحش في زيكمو سينو معناها لمسكني عادي في بارتي ياسر بزيرة لخريسي، ان شاء الله يكمل هكا يا ربي بارتي عمره وكا تفرج مع لاعبين على الاقل يا ربي عندي هليل على خير يا رب. قتلونا بالباو بلاي يا خويا، قتلونا الكورنير ورا اختها، الكورنير ورا اختها. قديش مش تعال عليك بالكدير، قديش مش يسرك ربي ياسر هكا يا خويا ياسر ترى على الكورنير ورا الكورنير ورا الكورنير يا ربي يستر وكا. الحمد لله كورنير كورنير معاهم هما، هما 10 كورنيرات ونحنا واحدة يا رب. الفار ابارتير من الكارتو فينال هما توا فهمتي بينالتي تونس تعيط يا امي يا بابا دوماج وكهو كي حاجتي بك يا وجهي ما المخدينا حتى كورة دوزيام بالو ما فماش بالكل لي دوزيام بالو الكل يخدم هما فبدات تظهر مشاكل الفيزيك دوماج على هلالي يبعدوا على بعضهم اكل الكور اكل الكور نتاع الباسا باس نتاع البريمير ميدون تنحاو مالوريزمون في الدوزيام ميدون بعدوا ليليني على بعضهم يحكي على الفيزيك كان عندي شك معناها بالك شيء معناها تبدل حاجه نستناو في البيك نتاع الفورمه سير الفيزيك من العيد مالوريزمون معناها مازال تقريبا 5 دراج نص ساعه يعملوا تليفون يقولوا ثلاثة باسات ورا بعضهم ما عادش نجموا نعملوا دوماج والله دوماج ان شاء الله ربي يستر وكا ربي توا بحق صدر ربي ولا هذا الحبايب خلي كان الخنيسي مازال الفيزيك نتاعو فريه الورتو الخنيسي عدى سيزون كامل مضروب يكور في تونس سبحان الله ولا سبحان الله وين من الناس اللي تكور في الاوروب والمحترفين الله اعلم شونجمون يدخل وهبي الخزري ويخرج انيس البدري شكون باش يرجع ان شاء الله ما يتسرحش وهبي سي بلوز اوفونسيف حسب رايي دونك يا تورا يا فورا شونجمون هذايا بصراحه ربي يستر ان شاء الله يجيب حاجه هكا فرصه يا ربي نتاع بوت وطول يا ربي كورنير وليت يا ربي يا ربي هذه الثلاثي الثانية اللي تنحانا حسب حد شيء دي لما ما حسب حد شيء صح بريال تونس توا يا ربي ان شاء الله يا ربي يا ربي تحسهم شوية كاو توا بالفازة اللي عدت فيها توا غانا ولا تحسهم كاو يا ربي يا ربي كم يا رب هيا 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 وهبي حي ايه برافو يلا يا ربي امشي يا وجدي قوتنا في تضييع الوقت يا خويا بصراحة دونك يا رب ان شاء الله معناها يكملوا هكا وكهو معناها ان شاء الله سليكي توا معناها بحق وقت بالحق وقته باش يشد الكورة وما تعرفش عليها يعمل لك كونتر صحيح الكورة في ساقيه ما تخرج يا معلم يا رجال يا رجال يا راجل انت راجل وبوك راجل فوتوا في القاعة توا نوليو طليان توا خويا تضيع الوقت واللي تحب علينا مازالوا اربع دقائق نتمنى نكملوهم باي طريقه باش يخدمونا بالعصب فرجاني كوره يعطي باس قدامه لا يا اخي يشدها في ساقين اللي تتفك والله حرام حرام خمسه دقائق اش
كتبت لنا الفرحه اخويا، ليش كتبت لنا الفرحه؟ دقيقه 90 فهمتي، كره ما فيها حتى شيء فهمتي، لو بيها بالجارديان ليش كتبت لنا الفرحه يا اخويا؟ ما جارديان معناها كره نتاع كول جارديان طول. انا غالب انا غالب احسن في الكوره لغالي، المهم العبره في الاخر والكوره في الاخر. الغالي من الاول يلعب على المنتخب الغالي على اسمي، معناها مش اللي هو يلعب ويماركي لك ليه احنا واحد يغدرنا، احنا واحد يغدرنا معناها يقتلنا تونسي، ما يقتل تونسي كان تونسي فات البردي يعني حضروا فيه انه باش ما يقتل تونسي كان تونسي. رجعت البردي مازال عندنا شونجمون، علاش ندخل الاسرار في على جنب والبدري الخضري والشنو يولي بونت ما نعرفش واحد من الاولاد قال كنا نستناو شويه ان شاء الله. انتو كان ما عنديوش نص ساعه بلاف هو كاع وصل الماتش حتى الفيزيك راهو مره اخرى للمنتخب الفيزيك ومورال وكل شيء. ربي يستر ربي يستر على الكره. برشلونه يقطع قلوبهم مع بيت ما على بالهم جمله زاد ايه وينك يا يا الخليسي وينك؟ سنتر في الوسط ما يلقى حتى حد. خارف في وقت مناسب جدا لغانا وفي مكان مناسب جدا للمنتخب الغاني. بنالتي لهم يا رب يا سلام. رجع الكرة للفريق الغاني عن طريق تشون. رجع الكرة للفريق يا ربي شوت ايه ما تخافوش. وخطيرة الكرة للمنتخب الغاني، التوزيع على الباك في فار. هذا لانجيريس ما يخليش كاتريم شونجمون على البنك ومغروم ديما فهمتي هما شونجمون ينساه اوت لعيب جمله اليوم جمله. وينو لعيب نتاع الفرقتين الاولى والثانيه والثالثه؟ معروف هذا لاعب غاني تم الكره مجان مجان يعمل ديفياسيون. ايوه راس الجول يعني تعبوت ولا تقرا لا تكتر ربي وتعب والله منعنا الرسمي منعنا يا ربي حبنا يا ربي يا ربي انت حبيت نكمل حبنا يا ربي نربح يا ربي شريد نصلي على النبي عليه وكهو يعني 117 دقيقه لعب ويعمل فهمتني كرون برافو بن مصطفى يدخل ويخرج معز معز حسن اتفرج معز بجاه ربي ما يحبش يخرج تو هذه اتيتيود نتاع لاعب بروفيسيونيل هذه اتيتيود نتاع لاعب بروفيسيونيل اخرج على شولدي اخرج من فاز سي با بوسيبل الصح سي با بوسيبل الصح وراو شونجمون بوليتيك على الاخر علاش يحب يرجع فاروق بن مصطفى للتورنوا خاطر التورنوا موزع سن في الفيلم فاهم بالنسبه بالنسبة معناها من البارتي الاولانيه توا ان شاء الله شونجمون ناجح ان شاء الله خاطر فريمون معناها سي ان شونجمون تري بوليتيك كان نربحوا جيريس بالرسمي شابو كان نخسروا يطلع اكبر كراكوس في تاريخ تونس بنالتيات 50-50 يعطيهم الصحة بالحق يعطيهم الصحة لعبوا خاصة مونتالمون رجعوا معناها في البارتي بعد ما ماركيت خانا ايسا 50-50 مالوروزمون لو ديرني جيسي احسن دوماج ربي واحد ما عادش ينجم يقعد توا يا رب يا رب يا عالي كيف كيف خلي الغنى ورا المنتخب غانا الكرة الثالثة فرجاني ساسي ركز يا الفر 13 مليون قلب واحد لسان واحد يا الفر يا ربي نفع تخيل فرحتهم يا الفر ربي معاهم يا الفر بيان كيفيني بيان الحمد لله يا ربي عقده نتاع غانا وتنحات توا مروحين بشويه بشويه واحد محليه الفرح وكا بصراحه والله البلاد هذيا محتاجه معناها بالحق محتاجه فرحه وكا هذاك واحد ينجم يقول
ودود وربوخ والدنيا نجيبك نجيبك مدام انا ريتك نجيبك نجيبك توا بطل وسط البلاد بطل الافينو خاطر ما تماش فرحه نتاع تونس ما تفرحش بالافينو بيت سريع فرحانين مع بعضنا في الافينو